بهذه الفترة كتنج كيف رأيته مع المنتخب الوطني؟ والله هو بالبداية كان عنده يعني تعثرات، كان عنده تجريبات، واحنا من انتقدناه مرة قلنا يحتاج إلى أنه يكون شجاعي، أنه جانب اهتم بالجانب الدفاعي أكثر من الجانب الهجومي، لأنه كان ناحية احترازية وخوفا على العقد. تعرف أكثر المحترفين أنه يفكر بالاستمرارية، يعني تعادل يمكن مع حتى مع فرق قوية هو أفضل من الخسارة وبعدين الكارت الأحمر إبعاد، لكنه هو يعني يفكر يعني بذكاء أنه قدر ونجح، خصوصا مع يعني شوف أكثر مباراة كانت إيجابية، نجاح خدمة الظروف، خدمة الظروف وقدموا إيجابيات، وكان كان يمكن يصير إيجابيات أحسن، خصوصا يمكن مباراتنا مع الأخيرة مع البحرين، هناك كان يمكن حسمتنا النتيجة، وكان احنا هسه يعني مرتاحين يعني الأول وبدون منافس، لكنه يعني نقول شاءت الظروف، أنه لكنه يعني لحد الآن يعني كمرحلة أنت شو تفكر؟ تفكر بالبداية أنه تتأهل أول إلى كأس العالم، وخصوصا حتى يعني بنشوف أنه العقد هو عقد وصل إلى نهاية التصفيات، وبعدين يمكن يصير تفكيرات أو استراتيجيات، هاي كلها يعتمد عليها الاتحاد واستقرار الاتحاد، خصوصا الاتحاد يمر بمرحلة انتقالية من الفترة الاتحاد التطبيعي إلى الانتخابات، هاي كلها إذن التجديد لها تأثيرات، يعني تجديد واقعي، التجديد واقعي.